بقى بالنسبه لتفاصيل حاله الطقس المتوقعه الايام القليله القادمه، معانا على التليفون دكتوره منار غانم، وهي عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار، صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، استاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم. ابتدت الدنيا يعني شويه تدخل في الاجواء الشتويه شويه النهارده الصبح بدري، كان في انخفاض ملحوظ نسبيا في درجات الحراره، يا ترى هيبقى الوضع عامل ازاي الاسبوع ده باذن الله؟ هو بالفعل يمكن احنا فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل بنشهد انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره، الاجواء بتكون فيها اجواء مائله للبروده على اغلب انحاء الجمهوريه، لكن مع سطوع اشعه الشمس وتقدم ساعات النهار خاصه فتره الظهيره في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، احنا بنحس بالدفء خلال فتره الظهيره على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، يمكن كمان محافظات الجنوبيه الاجواء بتكون عليها حاره خلال فتره النهار، وزي ما ذكرنا في الاول ان مع غياب اشعه الشمس درجات الحراره تنخفض بشكل كبير. الاجواء دي هتستمر معانا غدا الاثنين ان شاء الله، مستمرين في معدل درجات الحراره ما بين ال 24 وال 25 درجه مئويه، مع استمرار كمان تكون السبوره المائيه اللي بتكون كثيفه احيانا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. احنا لاحظنا تكون السبوره المائيه كثيفه وانخفضت معها الرؤيه الافقيه بشكل كبير خلال الايام الماضيه، واستمرت كمان لليوم انخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق، وده هيكمل معانا غدا ان شاء الله. لكن مع يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله هنبدا نحس بانخفاض في درجات الحراره فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، هيكون ملحوظ اكثر مع يوم الاربعاء والخميس، يعني احنا مع نهايه الاسبوع دائما من يوم الثلاثاء لنهايه الاسبوع هنبدا نحس بالاجواء الشتويه، انخفاض في درجات الحراره فترات النهار وايضا فترات الليل، العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 20 درجه مئويه مع نهايه الاسبوع، يعني هنحس بالاجواء الشتويه اكثر، خاصه ان البدايه الرسميه لفصل الشتاء يوم الاربعاء القادم 21 ديسمبر، تبقى البدايه الرسميه لفصل الشتاء، وكمان فرص الامطار هنبدا نلاحظها ان شاء الله من يوم الثلاثاء بشكل كبير على المناطق الساحليه وتمتد كمان لبعض المناطق الداخليه. فاحنا النص الاول من الاسبوع الاجواء لسه اجواء دافيه واجواء خريفيه، مع نهايه الاسبوع هنبدا نحس بالاجواء الشتويه وسقوط الامطار، وكمان هيكون في نشاط الرياح هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره في نهايه الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. رائع جدا، كالعاده بنشكرك دكتور منار على التغطيه، شكرا لحضرتك.